أهلاً وسهلاً، أنت دلوقتي واحد من عيلة كبيرة اسمها الجامعة الألمانية بالقاهرة، وعلشان أنت لسه جديد ومحتاج تعرف أكتر هنحاول نسهل عليك. ده البي بيلدينج، فيه كلية الصيدلة، كلية إدارة الأعمال، إنجليش سنتر، معامل كلية الصيدلة ومعامل الكمبيوتر، العيادة الطبية، عيادة الأسنان، حسابات الطلبة، graduates admission، the gym، مكتب المفقودات، بنك السي آي بي، ATM machines، والآي تي technical support. سي بيلدينج، وفيه مكتب رئيس مجلس الأمناء أستاذ دكتور أشرف منصور، ومكتب رئيس الجامعة أستاذ دكتور ياسر حجازي، وفيه كليات الهندسة Media Engineering Technology MET، Information Engineering Technology IET، Engineering Material Sciences EMS، Physics Department، Maths Department، German Center، SCAD Office، Bank Emirates NBD، ATM Machine، والمعامل والمكتبة، والتكنيكال سبورت، ومكتب الصحافة البريس أوفيس، والميديا برودكشن سنتر MPC. دي بيلدينج، وفيه كلية العمارة وكلية العلوم والفنون التطبيقية، الهندسة المدنية، مكتبة ألوان، الآي تي تكنيكال سبورت، مركز الهوية البصرية، ديجيتال برينتينج سنتر، والميوزيك أنسامبل هول. وده مبنى الأدميشن والامتحانات، ودي منطقة المصانع The Industrial Park، أكيد هتحتاج تتعرف عليها. وده المبنى الإداري، وحتلاقي فيه مكتب أمين عام الجامعة والأقسام الإدارية. هنا بقى الملعب الكبير، وجنبه باقي الملاعب، وطبعاً البلاتفورم، وده مكان البريك بتاعك. And again, welcome to the GUC, wishing you a successful year.